السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الكابيتال جين. والكابيتال جين بينقسم لمجموعة من الكاتيجوريز. أول حاجة فيها هي selling fixed assets. How to calculate capital gain from selling fixed assets. أول حاجة بعملها إن أنا لازم أحسب البوك فاليو بتاع الأسيت ده. بحسبه إزاي؟ أشوف أنا اشتريته بكام، البيرتشيسنج برايس بتاعه، بجمع عليه registration duties مصاريف تسجيل الأصل ده، lawyer fees لو دفعت له أتعاب، بجمع عليها renewable costs أي مصاريف تجديد للأسد ده، plus ال extension costs لو عملت له عمليات إمداد أو عمليات توسيع فيه، plus ال interest on loans for acquiring the asset، الفوائد اللي أنا بدفعها على القروض اللي ممكن أخدها عشان أمول الأصل ده. أنا ممكن ما يبقاش عندي سيولة فأخد قرض، بدفع على القرض ده أقساط، بضيفها من ضمن ال book value بتاع الأسد ده. طبعا على عكس البوك فاليو اللي كنت بحسبه في الكيس اوف ناتشرال بيرسون. في حالة ما كنت باجي احسب الكابيتال جين، كنت اول خطوة بعمل البوك فاليو، كنت بحسب ايه؟ كنت بحسب البيرتشيسنج برايس بلس الريجستريشن ديوتيز بلس اللوير فيز بلس رينيوبل كوست بلس اكستنشن كوست. كنت بقف لحد هنا. لا، انا جديد عندي في جيوريديكال بيرسون ان انا هضيف عليه الانترست اون لونز فور اكوايرنج ذا اسيت. يبقى لو اداني في المسألة انه بيدفع فوائد على قرض هو اخده عشان يمول بيه او يعمل انفست للاسيت منه، يبقى انا هضيف الفوائد دي على الايه، على الحاجات اللي بحسب بيها البوك فاليو بتاع الاسيت دي. الفيرست ستيب. ذا سكند ستيب از تو كالكوليت ذا نت بوك فاليو اوف اسيت. هاو تو كالكوليت ذا ام بي في فور ذا اسيت. طبعا انا كنت حسبت قبل كده البوك فاليو فبضيفه، وبعدين بطرح منه الاكيوميليتد ديبريشيشن ابروفد باي تاكس. طبعا يا اما بيديهوني جفن في المساله او ما بيديهونيش وانا بحسبه الاكيوميليتد ديبريشيشن. يبقى انا بعمل ايه هنا؟ بحسب الام بي في ازاي؟ بوك فاليو ماينس الاكيوميليتد ديبريشيشن ابروفد باي تاكس، سواء جيفن او نوت جيفن انا بحسبه من المعلومات اللي عندي في المساله. This last step is to calculate the capital gain or loss. How to calculate net sales minus net book value. طب النت سيلز دي ايه هي؟ ايه الفرق بينها وما بين السيلينج برايس؟ الفرق ان النت سيلز دي انا بشيل من السيلينج برايس السيلينج اكسبنسز، اي مصاريف مطلوبه لاتمام عمليه البيع. يعني مثلا انا دفعت دلوقتي سيلز كوميشن، فلازم اشيلها من السيلينج برايس. الاماونت اللي هيطلع الفرق ده اسمه نت سيلز. يبقى نت سيلز بتساوي ايه؟ نت سيلينج برايس ماينس السيلينج اكسبنسز. طب لو ما ادانيش في المساله نت سيلز او ما ادانيش اي سيلينج اكسبنسز، يبقى على طول هاخد السيلينج برايس وماينس منه النت بوك فاليو. يبقى الكابيتال جين او الكابيتال لوس بتتحسب ازاي؟ نت سيلز ماينس نت بوك فاليو. لو ما ادانيش حاجه في المساله غير السيلينج برايس، يبقى باخدها على طول واطرح منها الام بي في عشان اوصل للكابيتال جين اور لوس. اكزامبل 29 بيج 67. The accounting net profit for tourist company in 2015 was 75,000. If you know that in October 2015 the company sold a ship for 250,000. The book value for the ship was 450,000 approved by tax. The accumulated depreciation at the end of December 2014 was 225,000. Accounting depreciation rate was 10%, while tax depreciation rate was 5%, and the accountant capital gain was included in the income statement. The ship started operation at January 2010. In November 2015, the company sold equipment for 350,000. The book value for the equipment was 500,000 approved by tax. The equipment was totally depreciated by both the financial and tax accountant. The capital gain for the equipment wasn't included in income statement. Calculate taxable net profit. مطلوب مني هنا احسب الـ TNB. هحسبه ازاي؟ طبعا احنا عارفين عشان احسب الـ TNB لازم يكون عندي الـ ANB ويكون عندي الـ adjustments اللي هعملها في النص عشان اوصل للـ TNB. احنا عارفين ان دي مسألة capital gain. المفترض ان انا بشوف الـ financial accountant حسب الـ capital gain ازاي، والـ tax accountant عايز يحسبه ازاي، وبعمل adjustment عشان اوصل للـ TNB بتاعي. طيب هل هنا هو حدد لي في المسألة الحسبة بتاعت الـ financial accountant؟ هل قال لي هو حسب الـ capital gain ازاي؟ لا، هو ما قاليش الرقم الصريح اللي هو حسب بيه الـ capital gain، فسابني انا اللي احسبه بيه. ازاي سابني احسبه بيه؟ اداني الاكاونتنج ديبريشيشن ريت، الريت معدل الاهلاك اللي هو حسب بيه اللي هو 10%، واداني برضو معدل الاهلاك الضريبي
او tax depreciation rate اللي هو 5%. يبقى انا اقدر بسهوله احسب الكابيتال جين according to financial accountant و according to the tax accountant. قبل ما ابدا الحل بتاعي اعمل التايم لاين علشان احط عليه التواريخ بتاعتي واعرف احسب المده بالظبط اللي انا هستخدمها في حساب الاكيوميليتد ديبريشيشن. زي ما احنا شايفين هنا البوك فاليو محطوط اهو 450,000. هقسم المساله 3 تواريخ. اول ديت عندي اللي هو the first January 2010. التاريخ ده جه منين؟ هو قال لي في الايتم الاولاني الخاص بالشيب في اخر الجزء بتاعه قال لي ان الشيب started operation at 1st of January 2010. يبقى ده اول تاريخ عندي اللي انا اشتريتها فيه او اللي هي كانت موجوده عندي من اللي هو 1/1/2010. اداني معلومه ثانيه في نص الايتم ده قال لي ان الفاينانشال اكاونتنت سجل accumulated depreciation يوم 31/12/2014 للشيب دي بكام؟ ب 225,000. يبقى انا اصبح عندي هنا المده الثانيه اللي هي التاريخ الثاني 31/12/2014. الفرق ما بين 1/1/2010 ل 31/12/2014 5 years 5 سنين. يبقى انا لازم اسجل ايه المده دي قدامي هنا عشان ابقى عارفه. طيب بعد كده قال لي الشيب دي باعها يوم كام؟ باعها يوم 1/10/2015. يبقى قعدت من 31/12/2014 لحد 1/10/2015 والمده دي قد ايه؟ 9 months 9 شهور بالظبط. خلاص رسمت التايم لاين بتاعي، بقى سهل بالنسبه لي دلوقتي ان انا احسب الايه الكالكوليشن بتاعه الفاينانشال اكاونتنت والكالكوليشن بتاعه التاكس. دلوقتي انا المفروض اشوف الفاينانشال اكاونتنت كالكوليشن ازاي حسب الكابيتال جين الفاينانشال اكاونتنت. عندي نفس الستبس اللي التاكس هيحسب بيها، برضو هحسب اول حاجه البي في اوف ذا شيب، البوك فاليو اوف ذا شيب. هحسبها ازاي؟ طبعا هي عندي محسوبه جاهزه في المساله جيفن ب 450,000. دي سهله. نيجي على ستيب نمبر 2 اللي هي الان بي في اوف ذا شيب. طبعا احنا عارفين ان بي في بيساوي البي في او البوك فاليو اوف ذا شيب ماينس الاكيوميليتد ديبريشيشن. طب البوك فاليو موجوده ب 450,000، طب هل الاكيوميليتد ديبريشيشن موجوده عندي؟ انا عندي هنا الفاينانشال اكاونتنت مسجل الجزء الاولاني الخاص بالخمس سنين الاولانيين اللي هم من 1 جانوري 2010 تل 31 ديسمبر 2014. يبقى انا هو مسجل من كام لكام؟ مسجل الخمس سنين الاولانيين بس، والاكيوميتد ديبريشيشن جيفن بتاعهم في المساله ب 225,000. طب وكده الفتره خلصت؟ لا، ما انا عندي فتره ثانيه من 31/12/2014 لحد 1/10/2015. طب بالنسبه للفتره دي هيبقى الاكيوميتد ديبريشيشن بتاعها ازاي؟ لازم انا احسبه بنفسي عشان اعرف. يبقى دلوقتي انا هعوض البي في اوف ذا شيب ب 450,000. خلاص. بالنسبه لي الاكيوميتد ديبريشيشن هجزئه جزئين، الجزء الخاص ب اول خمس سنين اللي هما 225,000 اللي هي جيفن في المساله الفاينانشال اكاونتنت مسجلها، والجزء الثاني اللي هو الخاص بالتسع شهور الاخرانيين اللي انا هحسبهم بنفسي. هحسبهم ازاي؟ هاخد البوك فاليو اللي هو 450,000 واضربها في الاكاونتنج ديبريشيشن ريت اللي هو محدده لي في المساله اللي هو 10% تايم 9/12 اللي هو الفراكشن اوف ذا يير اللي هما التسع ايه شهور. لما اعمل الحسبه دي هيبقى الان بي في 450,000 ناقص 258,750 هيبقى 191,250. خلصت كده انا حسبت الان بي في، يبقى انا عرفت الان بي في انا عملته ازاي. البوك فاليو اوف ذا شيب طرحت منها الاكيوميليتد ديبريشيشن وصلت للان بي في. طب حسبت الاكيوميليتد ديبريشيشن ازاي؟ جزئته جزئين من التايم لاين اللي عندي اللي انا عملته. الجزء الاولاني الخاص بالخمس سنين ده محسوب جاهز الفاينانشال اكاونتنت حاسبه اللي هو 225,000، والجزء الثاني الخاص بالتسع شهور الاخرى دول هحسبهم ازاي؟ باخد البوك فاليو اللي هو 450,000 واضربها في الريت بتاع طبعا التاكس ريت اللي هو 10% واضربه في 9/12 اللي هو الايه التسع شهور. خلاص. يبقى الان بي في هيساوي 191,250. الخطوه الاخيره ان انا احدد هل في كابيتال جين اور لوس. هحددها ازاي؟ بالسيلينج برايس ماينس الان بي في. طبعا احنا ليه اخدنا السيلينج برايس على طول هنا؟ لان هنا هو مش مديني في المساله اي حاجه تخص سيلينج اكسبنسز، فهاخد السيلينج برايس على طول واطرح منه الان بي في.
لما اطرح الاثنين من بعض السيلينج برايس في المساله طبعا محددولي ب 250000 بتاع الشاب ماينس الان بي في اللي هو 191000 250 هيديني 58750 ده طبعا بوزيتيف يبقى ده ايه كابيتال جين مع العلم ان الكابيتال جين كالكولييتد باي ذا فاينانشال اكاونتنت ازنت سبجكتد تو تاكس ازنت تاكسبل ليه لان ده بحسبه مين الفاينانشال انا ماليش دعوه بيه انا المفروض اخضع للضريبه الكابيتال جين المفروض بحسبه مين بحسبه التاكس اكاونتنت خلاص طيب في حاجه تانية لازم اخد بالي منها كويس انا عندي هنا اكتر من رقم انا لازم اعمل لهم ادجستمنت ايه هما طبعا اول رقم بالنسبه لي اللي هو الكابيتال جين كالكوليتد باي ذا فاينانشال اكاونتنت اللي هو ريفينيو ريكوردد نوت تاكسبل خلاص ده اول حاجه قلنا ليه لانه كالكوليتد باي ذا فاينانشال اكاونتنت طب في رقم تاني احنا مش واخدين بالنا منه ايه هو الرقم التاني هو الديبريشيشن الخاص بالتسع شهور الاخرانيين ليه انا هنا طبعا التاكس انا بحسب حسبتي على السنه الاخيره انا بحسب الضريبه سنويه فانا ماليش دعوه غير بالجزء الاخير اللي هو التسع شهور الاخرى دول طبعا خمس سنين الاولانيين هما 225000 دول خلاص انتهى انا اجي على الجزء الخاص ده 450000 10% في 9 على 12 اللي هما 33750 ده يعتبر ديبريشيشن اكسبنسز بالنسبه للشركه دي صح ولا لا بالنسبه لها في ديبريشيشن اكسبنسز 33750 خلاص ده على حسبة الفاينانشال اكاونتنت طيب هل الديبريشيشن اكسبنسز دي approved or not approved by tax accountant نفكر شوية طبعا ال 33750 دي not approved ليه because it's calculated by the financial accountant يبقى أنا عندي دلوقتي كم رقم لحد دلوقتي أنا عندي ال capital gain اللي هو calculated by the financial accountant not subjected to tax وعندي تاني حاجة ال depreciation اللي هو الخاص بالتسع شهور الأخرانيين ده not approved by tax accountant يبقى انا عندي الرقم ده 33750 لما اجي اعمل الادجستمنتس بتاعتي هعمل expenses recorded not approved خلاص يبقى انا عندي كام رقم دلوقتي لحد دلوقتي عندي رقمين خلاص بالنسبه لي الحسبه بتاعه التاكس اكاونتنت دلوقتي عشان احسب حسبه التاكس اكاونتنت هعمل برضو نفس الخطوات اول خطوه البي في اوف ذا شيب جاهزه عندي ب 450000 الخطوه الثانيه ان انا احسب الان بي في طب ايه الفرق هنا ما بين الان بي في بتاع الفاينانشال اكاونتنت والان بي في بالنسبه للتاكس لا في فرق كبير انا الان بي في بالنسبه للفاينانشال اكاونتنت كان في فرق ان الاكيوميليتد ديبريشيشن الريت اللي كنت بحسبه بيه كان 10% لكن هنا الريت اللي انا هتعامل بيه بتاع التاكس هو 5% يبقى الحسبه هتختلف أعوض الـ NBV بيساوي الـ BV minus الـ Accumulated Depreciation الـ BV بتساوي 450,000 minus الـ Accumulated Depreciation هنا هل مديني أي رقم given زي الـ Financial؟ لا مش مديني أي رقم given خاص بحسبة التاكس يبقى أنا هحسبه بنفسي من الألف للياء أول خمس سنين هحسبهم إزاي؟ هاخد الـ Book Value 450,000 هضربهم في الـ 5% اللي هو Tax Depreciation Rate في الـ 5 years ده الجزء الأولاني هجمع عليه الجزء التاني اللي هو برضو هحسبه بنفسي 450,000 هضربها في 5% واضرب في كام هنا 9 على 12 اللي هما اخر 9 شهور اعوض 450,000 ناقص اول جزء ب 112,500 زائد الجزء الاخير اللي هو 16,875 يبقى هنا ال NBV هيساوي 320,625 How to calculate capital gain or loss الخطوة اللي بعد كده selling price minus the NBV اتفقنا ان هنا في المسألة مفيش عندي selling expenses فهاخد ال selling price على طول واطرح منه ال NBV selling price عندي 250,000 minus ال NBV هنا لسه حاسباه 320,625 هلاحظ هنا ان في فرق ال financial لما كان حاسب كان طلع لي capital gain لكن هنا لما حسبة التاكس اكاونتنت طالع لي loss ليه؟ لأن selling price هنا is less than the NBV the net book value يبقى هنا في عندي الفرق بالنيجاتيف يبقى ده capital loss بكام؟ ب 70,625 إذا financial accountant مسجل capital gain لكن بحسبة التاكس اكاونتنت ده طالع capital loss not capital gain
طيب بالنسبة للخطوة دي، لو أنا عايز أعمل لها adjustment، أنا عندي كام رقم هعمل له adjustment هنا؟ أول حاجة هعمل لها adjustment هي الـ capital loss calculated by the tax accountant. مادام الـ tax accountant هو اللي حاسب الـ capital loss، يبقى إذن دي هتبقى expenses not recorded approved. not recorded ليه؟ لأنها مش متسجلة، دي حسبت الـ tax accountant الـ financial ما يعرفش حاجة عنها ومش متسجلة في الـ income statement عنده. طب approved ليه؟ لأنها طبعاً حسبت الـ tax ولازم تكون approved. يبقى الرقم الأولاني الـ capital loss بتاعي اللي هو 70625 negative ده هيبقى expenses not recorded approved عندي في الـ A في الـ adjustment. طب تاني رقم إيه هو؟ برضو زي ما اتفقنا بالنسبة للـ financial accountant لما جينا نعمل adjustment للرقم بتاع الـ depreciation اللي هو بتاع الـ last 9 months، نفس الكلام هنا. بالنسبة للجزء ده اللي حسبه التاكس اللي هو قيمته 16875، الديبريشيشن ده اللي هو بتاع اللاست 9 مانس ده برضو يعتبر اكسبنس على الشركة دي. طب ده حسبة مين؟ ده حسبة التاكس نوت الفاينانشال اكاونتنت، يبقى اذا ده اكسبنس نوت ريكوردد وابروفد. نفس الكلام برضو زي بالظبط الرقم بتاع الكابيتال لوس، يبقى ده اكسبنس نوت ريكوردد وابروفد كده. يبقى خلصنا حسبة الـ tax accountant. بالنسبة للـ capital gain الخاص بالـ equipment بقى هحسبه ازاي؟ the same steps، بس هنا هشوف الـ BV of the equipment is how much. في المسألة عندي محدد لي ان هو 500,000. طب الخطوة التانية ان انا احسب الـ NPV بتاع الـ equipment، book value minus accumulated depreciation. طب الـ book value بكام؟ بـ 500,000. طب بالنسبة للـ accumulated depreciation قال لي معلومة مهمة جدا، قال لي إن الـ equipment was totally depreciated by both the financial and tax accountant، بمعنى إن هي أهلكت بالكامل. معناه إن الـ accumulated depreciation عندي is the same as the book value الاتنين بـ 500,000، يعني الفرق ما بينهم بكام؟ بزيرو، يبقى الـ NPV عندي هنا بزيرو. طيب الـ capital gain of the equipment هيبقى قد إيه؟ نفس الكلام. خلاص؟ selling price minus الـ NPV. selling price بكام؟ هو باع الـ equipment بـ 350,000، خلاص؟ minus الـ NPV اللي هو بزيرو طبعاً، لأن أنا عندي الـ accumulated depreciation كان بنفس القيمة زي الـ book value، فالفرق طلع بزيرو، خلاص؟ فالـ NPV هنا بزيرو، يبقى الـ capital gain is the same as the selling price بـ 350,000. أنا عندي هنا كم رقم هتعامل معاه لما أجي أعمل adjustment؟ الرقم الوحيد اللي عندي هنا هو الرقم الخاص بالكابيتال جين اوف ذا اكويبمنت اللي هو 350,000. هل الكابيتال جين ده هسجله ازاي؟ الكابيتال جين ده ال 350,000 دي revenue not recorded but subjected to tax. why؟ ليه انا قلت ان هي not recorded؟ لان هو حدد لي في المساله في الاخر إن the capital gain for the equipment wasn't included in income statement، قال لي إن هو ما سجلش الـ capital gain بتاع الـ equipment ده، يبقى ده revenue، خلاص؟ و not recorded and taxable. يبقى أنا هجري وأحطه في الـ adjustment بتاعي وأجمعه على الـ A and B. آخر حاجة هعملها إن أنا هحسب الـ TNB بعد خلاص ما حسبت حسبة الـ financial accountant الـ capital gain بتاع الشاب والـ tax accountant، وحسبت الـ capital gain بتاع الـ equipment. مطلوب مني أخد الأرقام اللي أنا هعمل لها adjustment أنقلها في الحسبة بتاعتي عشان أحسب الـ TNB. أول حاجة بحط الـ ANB اللي هو محددولي في المسألة كان 75,000. أبدأ بقى أشوف الـ adjustments بتاعتي. إحنا زي ما قلنا إن أنا كان عندي الرقم الأولاني الخاص بالـ depreciation بتاع last 9 months اللي هو في حسبة الـ financial. depreciation ده احنا قلنا اللي هو كان قيمته 33,750، قلنا ان ده لانه calculated by the financial accountant the expense recorded and not approved، يبقى انا جمعاه اهو اللي هو 33,750. نيجي بعد كده الرقم الثاني هو ال capital gain calculated by the financial accountant اللي هو 58,750. الرقم ده برضو قلنا لانه هو اللي مسجله financial accountant وهو اللي حاسبه it is not subjected to tax، يبقى ده revenue recorded not taxable وهطرحه اللي هو 58,750. اجي بعد كده اشوف
الرقم الخاص بحسبة التاكس اكاونتنت اللي هو 70625. الرقم ده كان الكابيتال لوس اللي هو حسبه. الكابيتال لوس calculated by the tax accountant is approved as expenses، لان ده حسبة مين؟ التاكس اكاونتنت. وما دام حسبته هو يبقى approved، وفي نفس الوقت ده not recorded، يبقى expense not recorded و approved، هنطرح 70625. رقم تاني هو الرقم الخاص بالديبريشيشن بتاع last 9 months في حسبة التاكس اكاونتنت. لما جينا نحسب الاكيوميليتد ديبريشيشن، الجزء الاخير ده اللي هو 9 months الاخر، 16875، ده expense ولازم اقسمه للشركة دي لان هو بحسبة التاكس اكاونتنت. يبقى ده expense not recorded لان مش متسجل طبعا و approved، يبقى هطرح 16875. اخر رقم خالص هو رقم الكابيتال جين اوف اكويبمنت اللي هو كان قايل لي في المساله ان الفاينانشال اكاونتنت ما سجلش الكابيتال جين ده في الانكم ستيتمنت، يبقى ده ريفينيو نوت ريكوردد وتاكسبل وحجمه اللي هو 350000. يبقى تي ام بي لما اجمع كل الارقام دي هيبقى 312500. Another type of capital gain is liquidation profit. Problem: a company balance sheet at date of liquidation include the following. NPV of fixed assets was 120,000. Accounts receivable 50,000. Inventory 20,000. Liabilities 80,000. Liquidation expenses 8,000. Owner's equity 120,000. If you know that fixed assets sold for 170,000, the tax authority approved the NPV. Collected accounts receivable 40,000, inventory sold for 24,000, the company paid liabilities after deducting 10,000. Required, calculate the liquidation profit subjected to tax using stepwise method. طبعا احنا لما نيجي نحل مسألة زي كده احنا عارفين ان liquidation profit ليه طريقتين لحسابه. الطريقة الاولانية هي stepwise liquidation، ودي بتنقسم لمجموعة من الخطوات علشان كده اسمها step wise. والطريقة التانية هي direct liquidation method، ودي اللي أنا بحسب ال liquidation profit on one step. بجمع ثلاث حاجات مع بعض، ايه هما؟ في الدايركت company selling price بطرح منها ال owner's equity، بطرح منها selling expenses، بيديني ال liquidation profit or loss. دي اللي هي direct method. اللي عندي الأصعب شوية هي ال step wise liquidation، لان دي بتعمل على كذا خطوه. مطلوب مني هنا احسب المساله دي بطريقه الستيب وايز، مش طالب مني ان انا استخدم طريقه الدايركت ميثود. طب احنا عارفين الكلام ده طبعا من الترم الاول. هنحل المساله دي ازاي؟ ازاي هحسب الليكويديشن بروفيت باي يوزنج الستيب وايز ليكويديشن؟ الطريقه دي قالت لي علشان اعمل الليكويديشن بعمله على مجموعه من الخطوات. The first step is to sell fixed assets. The second is to sell current assets. The third is to pay liabilities. And the last is paying liquidation expenses. في الآخر الناتج بتاع كل دول لما بجمعهم على بعض بيطلع لي liquidation profit or loss. نمسك step step. The first step is to sell fixed assets. عشان أبيعها بعمل حاجتين. بشوف الـ selling price أنا بعتها بكام، وأطرح منها الـ NPV بتاع الـ fixed assets. اشوف القيمه بتاعتها قد ايه واقارنها بالسيلينج برايس واشوف الفرق. لو السيلينج برايس اكتر هيطلع لي جين، لو اقل هيطلع لي لوس. ذا سكند ستيب از تو سيل كارنت اسيتس. هنا بتعتمد على انواع الكارنت اسيتس اللي عندي في المساله. انا عندي هنا في المساله نوعين، هما الانفنتوري والنوع الثاني هو الاكونتس ريسيفبل. هجزئهم. الجزء الاولاني الخاص بالاكونتس ريسيفبل، هاو تو كالكوليت الاكونتس ريسيفبل. همسك الجزء اللي انا حصلته اللي هو الكولكتد اكاونتس ريسيفبل، هشوف انا حصلت قد ايه منها واطرح منه ال NPV بتاع الاكاونتس ريسيفبل او ال BEV بتاع الاكاونتس ريسيفبل، هشوف القيمه الدفتريه بتاعتها او القيمه الاصليه بتاعتها قد ايه. ولنفرض ان انا حصلت قيمه اقل من البوك فاليو بتاعها، هي كانت ب 50000 انا حصلت 40000، يبقى دي حاله ايه؟ لوس. انا هنا ما خدتش فلوسي كلها، انا لسه ليا 10000 جنيه، يبقى الحالة دي حالة loss. طب ولنفرض ان انا حصلت المبلغ كامل، يعني
يعني الـ collected قد بالظبط الـ PV of the accounts receivable. دي هتكون حالة نل، لأن هنا هيكونوا two amounts equal، يعني الفرق هيبقى zero. طبعاً مفيش أي احتمال تاني للـ accounts receivable غير إنها تكون نل أو loss، يا إما هحصل أقل من المبلغ المطلوب، يا إما هحصل المبلغ الكامل المطلوب، وفي الحالة دي هتطلع نل. الجزء التاني في الـ current assets هنا هو الجزء الخاص بالـ inventory. طيب علشان أحسبه بعمل إيه؟ بشوف الـ inventory selling price، بشوف أنا بعتها بكام، المخزون بتاعي سعر البيع بتاعه قد إيه، واطرح منه برضو الـ book value بتاع الـ inventory، وبيطلع لي زي طبعا الحالة بتاعت الـ selling fixed assets بالظبط، يا gain يا loss. يا إما selling price هيكون أعلى من الـ book value، في الحالة دي هتبقى حالة gain، يا إما هيبقى أقل من الـ book value وهتبقى حالة loss. The third step is to pay liabilities، بدفع الديون اللي عليا. الستيب دي بتتحسب ازاي؟ ببدأ بالبوك فاليو بتاع الليابيليتيز، بشوف قيمتها قد ايه الأصلية، الديون اللي عليا قيمتها قد ايه، بطرح منها الكاش بيد فور ليابيليتيز، أنا دفعت قد ايه لسداد هذه الديون. في الحالة دي بيطلع لي منها احتمالين، يا نل يا جين. ليه جين وليه نل؟ الجين لو في حالة إن أنا سددت مبلغ أقل من اللي عليا، أنا عليا 100,000 بس أنا سددت 90,000، يبقى أنا كسبان 10,000. طيب ولنفرض ان انا كان عليا 100,000 وانا سددت ال 100,000 بالكامل، في الحالة دي الناتج بتاعي هيكون نل. يبقى ليه حالة جين وليه حالة نل؟ لان انا ممكن في الحالة دي اسدد اقل من اللي عليا وفي الحالة دي تبقى جين، والحالة التانية ان انا ممكن اسدد المبلغ كله اللي عليا وهتبقى في الحالة دي حالة نل. اخر حاجة ان انا ادفع liquidation expenses، المصاريف، اي مصاريف مطلوبة علشان اتمم عملية التصفية، وفي الاخر بجمع كل ده عشان اوصل للايه، للliquidation profit or loss. تعالوا بقى نشوف كده بالارقام حسبناها ازاي. عندي اول حاجة جزئية خاصة بالselling fixed assets. selling price متحدد في المسألة ان هو باع الفيكسد assets ب 170,000. بعد كده قال لي معلومة مهمة إن tax authority approved the net book value. النت بوك فاليو بتاع الأسيت اللي هو كان فوق في البالانس شيت بكام؟ ب 120,000، يعني هي مصرحة أو معتمدة هذا المبلغ الـ NPV ده، يبقى 170,000 ناقص 120,000 هيديني gain ب 50,000 لأن ده إيه؟ بوزيتيف. ستيب نمبر 2 selling current assets، وقلنا بتنقسم جزئين، جزء خاص بالأكونتس ريسيفبل والجزء التاني الخاص بالإنفنتوري. بالنسبة للجزء الخاص بالأكونتس ريسيفبل هدور على الـ collected accounts receivable قد إيه؟ هو قايل لي في المسألة إن هو محصل 40,000. طيب البوك فاليو بتاع الاكونت ريسيفبل من المساله من فوق من البالانس شيت ب 50,000، الفرق ما بين ال 40,000 وال 50,000 10,000. نيجاتيف، هو هنا جمع 40,000 وهو كان ليه 50,000، يبقى هنا هو لوس، دي حاله لوس. الجزء الثاني بالنسبه للكرنت اسيتس هي الانفنتوري. همسك اول حاجه الانفنتوري سيلينج برايس، هو قايل لي ان هو باعها ب 24,000. البوك فاليو اوف انفنتوري من البالانس شيت ب 20,000، الفرق ما بينهم 4,000، ده طبعا بالبوزيتيف يعني دي حاله جين. ستيب نمبر 3 از تو باي لايبيليتيز. اول حاجه البوك فاليو اوف لايبيليتيز في المساله مديهاني فوق برضو في البالانس شيت كانت قيمتها 80,000، بس في معلومه مهمه، هو قال لي في المساله ان هو كومباني بايد لايبيليتيز افتر ديدكتنج 10,000، بمعنى ان هي دفعت أقل من الـ 80,000 ب 10,000، ما دفعتهمش كلهم، يعني دفعت 70,000، يبقى الـ cash paid for liability 70,000، يبقى 80 ناقص 70 10,000، ده بالنسبة لها هيكون gain. خلاص يعني هي ما دفعتش الـ 80,000 كلهم، هي دفعت 70,000 بس، يبقى ليها مكسب 10,000. liquidation expenses قال لي إن هي بـ 8,000، لو جمعت الأرقام دي كلها 50 و اللوس ب 10,000 بلس 4,000 بلس 10,000 ماينس 8,000 هيديني 46,000، ده الليكويديشن بروفيت. وطبعا ال 46,000 الليكويديشن بروفيت دي is subjected to tax because it's calculated using stepwise method، الطريقة دي اللي عاملها التاكس accountant not the financial، يبقى الاماونت ده اللي هو حاسبه الليكويديشن بروفيت ده is taxable.